الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع بالأمس لمتابعة الموقف الحالي لشركات النقل التشاركي العاملة بنظام تكنولوجيا المعلومات في مصر وكمان تقنين أوضح. بالأمس أيضا مناسبة احتفال بذكرى ثورة 30 يونيو تم الإعلان عن تخفيضات خاصة يوم الأحد المقبل يوم 30/6 من خلال مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية. تفاصيل وأخبار أكثر في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة حصلت امبارح. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة الموقف الحالي لشركات النقل التشاركي العاملة بنظام تكنولوجيا المعلومات في مصر وتقنين وضعها. شهد الاجتماع الإشارة لأهمية دور شركات النقل التشاركي في منظومة النقل بمصر بصفة عامة وضرورة العمل على تفعيل القواعد المنظمة لعملها عن طريق تفعيل القانون الخاص بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية مع ضبط هذه المنظومة بصورة أكثر فاعلية لتأمين رحلات النقل حرصاً على سلامة المواطنين. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة شهد تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية اللي شملت الدورات 47 من كلية الحرب العليا و53 من كلية الدفاع الوطني و25 للتأهيل العسكري لقيادة التشكيلات. أيضاً دورات 73 أركان حرب عام و45 و46 أركان حرب تخصصية من كلية القادة والأركان اللي شملت دارسين من مصر و23 دولة شقيقة وصديقة بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من المحافظين وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة. امبارح وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو تم الإعلان عن تخفيضات خاصة يوم الحد 30/6 من خلال مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية بمشاركة 69 مول تجاري و348 سلسلة مواد غذائية ومطاعم ومحال متنوعة إضافة إلى تخفيضات خاصة بالمستشفيات ومراكز الأشعة والتحاليل ودور العرض السينمائي والملاهي ليصبح إجمالي فروع الكيانات المشاركة 3315 فرع بجميع أنحاء الجمهورية.